بيقولوا كلمات كتيرة جدا وجمل كتير بحجة اللي في قلبي على لساني. زي ايه مثلا؟ زي معلش اصلك تخينة قوي، انتي تخنتي جدا ورفيعة قوي، انت خطيبتك دي مش حلوة خالص، انت ايه اللي خلاك ترتبط بيها؟ هو انت مرتبك كام؟ بيقضيك قد ايه؟ كلام كتير وجمل كتير بتتقال تحت اطار انا صريح وكلامي من قلبي، انا بقول اللي في قلبي. هو انتوا زعلانين ليه؟ اللي في قلبي على لساني وصراحتي صراحة زيادة. للأسف يا شيماء، فعلا جملة أنا صريح بزيادة لما بتتقال المفروض نتوقع بعدها إن احنا هنسمع كلام جارح أو كأن حد هيرمي دبش في وشنا. الناس بتاخد جملة أصلي صريح بزيادة مبرر عشان تبتدي تجرح في اللي قدامها. خلوني احكي لكم واحكي لزملائي النهارده عن قصه بنوته كانت مشاركه مشكلتها على السوشيال ميديا. البنت بتقول صاحبه عمري اللي كنت بشوف نفسي بعينيها. انتوا متخيلين الجمله بتدل على ثقه رهيبه وعلى حب لصاحبتها. الجمله اللي بعدها بتقول وعشان كده كنت دايما بشوف نفسي وحشه ووحشه قوي كمان. ليه؟ بتقول كانت دايما بتقلل مني قدام الناس، كانت دايما بتتعمد تهني، لو لبست لبس جديد تقول لي ده وحش قوي مش لايق عليكي خالص، عملت تسريحه جديده تقول لي التسريحه بشعه رغم ان اللي قبلها برضو ما كانتش حلوه يعني. كانت دايما اسلوبها تهكمي بالنسبه لي قدام الناس، ما كانتش بتسيبني في مره ارجع غير وانا مكتئبه او محبطه لدرجه ان انا جالي احباط واكتئبت وبقاش عندي نفس حتى اخرج من البيت بسببها. لكن في نفس الوقت كانت بتيجي وتقول لي ما بيني وما بينها معلش اصل انا بحبك، اصل انا صريحه بزياده، اوعي تزعلي مني علشان انا بوجهك ده من حبي فيكي. طب يا ريهام، وكانت البنت انت متاكده ان هم صحاب؟ يعني هي صاحبتها بجد قريبه منها جدا وتحرجها قدام الناس بالشكل الكبير ده؟ صاحبه عمري يعني بصي مدى الثقه كمان، يعني دي المفروض بتقول لك بشوف نفسي بعينيها ومع ذلك التانيه ما همهاش انها تجرح فيها وتقلل منها قدام الناس. في نفس الوقت يا وافي كانت بتتحرج انها ترد الاساءه باساءه، يعني شوف الفرق ما بين واحده بتجرح في واحده وواحده من طيبه قلبها مش قادره ترد حتى الوجع بوجع. هو فعلا استغلال الطيبه ان احنا نجرح في الناس باسم الصراحه ونستغل مفهوم الصراحه، الاستغلال الخاطئ بان احنا نقعد نقول كلام يؤذي اللي قدامنا وما نراعيش مشاعره. في مقوله لسيدنا عمر بن الخطاب بتقول رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، وطبعا كلنا عارفين ان زمان العرب كانوا بيعرفوا او بينتقوا الالفاظ انتقاء سليم لانه كان بيحط كل كلمه في مكانها الصحيح، ما قالش قال لي عيوبي، قال لي لا اهدى الي عيوبي. انت عارف يا وافي جمله رائعه، يعني عاده الهديه دي بتبقى حاجه جميله ومغلفه، كونها ان هي تتقال على عيب ده معناه ان العيب ده، يعني لو انت هتوصل الرساله او عايز تقول معلومه او هتقول حتى حاجه مش حلوه في حق اللي قدامك، لكن الاسلوب بقى هتكلمه بيه ازاي؟ انت اكنك بتلف هديه، يعني انت بالزبط. بتقدم له عيوبه في هديه، جمله جميله جدا. بتقدمي له الهديه، هديه يا بتدي له قنبله، يعني انت يا بتدي له هديه يا بتدي له حاجه تحزنه وتألمه بدل الهديه. شوف جمال الكلمه اللي انت قلتها. احنا كلمه الهديه اللي انت لما بتهدي عجبتني هديه، يعني اهداء عيوبي، انت لما بتهدي هديه لحد بتدي له هديه اللي هو محتاجها، بتجيبي له هديه بتغلفيها بتديها له وانت وشك بشوش وبتقولي له مثلا كل سنه وانت طيب ومناسبه. فاحنا لازم نعرف يعني ايه مفهوم الصراحه.